وصلنا إلى الدوائر الأخيرة في سباق المجرات الأول، ولم يظهر من سيكون الفائز حتى الآن. سيفوز الذي يصل إلى خط النهاية أولا بلقب بطل المجرات. ها هي ريفالدور يقود وليد عضو فريق جيم سيارته إلى النصر. انطلقي بقوتك يا فالدور. السيارة الفائزة بسباق المجرات الأول هي فالدور بقيادة المتسابق وليد. أنا أفضل متسابق في العالم. وليد هيا استيقظ. هل تعلمون أين الجائزة التي ربحتها في سباق المجرات؟ لا تزال الجائزة في أحلامك. ماذا؟ انظروا، لقد تأخر الوقت يا أصدقاء، علينا أن نسرع إن أردنا اللحاق بالمركبة. هل سنذهب إلى مكان ما؟ لم أجد وقتاً لأمشط شعري، فتمشيطه يحتاج إلى وقت طويل. تأخرت كثيراً في النوم، ولذلك لم يبقى لديك وقت لشعرك المنفوش. انتظروا لحظة، أين المركبة؟ يبدو أنك أخطأت في رقم البوابة يا وليد. أخبرتك أن علينا الدخول من البوابة الثانية، لكنك عنيد. انظر إلى المركبة. لكل زهرة جميلة أشواك حادة. خسرنا التذاكر التي ربحناها في سباق المطار، وما من مركبة ستذهب إلى غوراد حتى الأسبوع القادم. ماذا سنفعل؟ عليك أن تجد حلاً لهذه المشكلة. علينا أن لا نيأس بعد كل ما تعرضنا له. تذكروا حلمنا الذي نريد أن نحققه، لن ندع هذا الأمر يؤثر في عزيمتنا. كيف سنصل إلى المجرة؟ في الحقيقة لا أعلم. هذا وقد هاجمت عصابة من القراصنة متسابقا في أثناء سفره إلى مجرة غوراد، ويعتبر هذا رابع هجوم يشنه قراصنة الفضاء هذا الشهر. لذلك تطلب شرطة الفضاء إلى جميع المسافرين أن يتوخوا الحذر الشديد. خطرت لي فكرة. الأمر سهل يا أصدقاء. اشرح لنا. لننسى أمر تلك التذاكر، سنسافر عمالا في المركبة. تجد لنا عملاً أفضل من التنظيف يا وليد. هيا لبنى، لا يهم نوع العمل، المهم أننا سنكمل رحلتنا إلى تحقيق حلمنا. يكفي أنهم سمحوا لنا بأخذ المركبة. عذراً سيدي، تلقينا رسالة صوتية. أخبرني ما نص البرقية. النجدة، نداء استغاثة، تعرضت مركبتنا لعاصفة قوية والمركبة بحالة سيئة جداً، نطلب المساعدة. إنهم في خطر محدق، علينا أن نذهب بسرعة لإنقاذهم. حاضر، سنغير مسارنا. انطلق. صارت المركبة أمامنا. ادخلوا المركبة وانقلوا كل الجرحى إلى هنا. سيدي إنها مركبة وهمية. ينتابني شعور سيء. قراصنة الفضاء. ابعثوا بنداء استغاثة إلى شرطة الفضاء. لا نستطيع يا سيدي، فقد حجبت قراصنة الاتصالات عن مركبتنا.
أشعر بتعب شديد جدا. لم أعد أستطيع الاحتمال. لا تنظري نظرة يأس إلى الأمر. نظرة يأس؟ تفائلي لأننا سنقترب من تحقيق حلمنا. هل فهمتي؟ كلامه صحيح. سنخرج لنحقق ما جئنا لأجله. شكلهم غريب جدا. أنا آلي صغير ومسكين ولا أستحق المعاملة القاسية. تستطيعون الاستفادة من ذكائي وسعة ذاكرتي الكبيرة. أخرجوني. هيه أنتم فكوا وثاقنا. لن يفيدنا صراخك يا وليد. أحد ما قادم. هل قدمت هؤلاء الفتيات من السر؟ مخيفة. انتبه على ما تقوله، فأنت تنظر إلى الآنسة التي يهابها كل من في المجرة والمجرات المجاورة. إنها الآنسة هابينا، زعيمة قراصنة الفضاء. هيا اعتذر أيها الغبي. قلت هابينا؟ الآنسة هابينا. لا تضربيه، فهذا الصغير لا يحتمل قوة قبضتك. أمرك. يبدو أننا حصلنا على الجائزة التي نريدها منهم. ربحنا الجائزة الكبرى. سأستخدم هذا الذهب لشراء قطع مناسبة لعزيزتي. أجل يا عزيزتي هيستوريا. سيارة؟ هذا يعني أنها متسابقة مثلنا. كيف تتجرأن على خداعنا وقولكن أنكن في خطر محدق؟ آسفون، لم نكن نقصد إزعاجك، ولكن ليس باليد حيلة إلا أن نخدعك حتى نحصل على هذا الكنز الثمين. لذلك اضطررت إلى خداعك. هل فهمت؟ سأريكن. اسمعي أيتها القرصانة. نعم أيها الصغير. ما الذي تنوين فعله بنا؟ سؤال جيد. ماذا علي أن أفعل بكم؟ أظن أنني سأجمدك لتصير تمثالا. ماذا أصير التمثال؟ وأنت ستصبح تمثالا من البلاتين. شكرا، ولكن أفضل أن أبقى إنسانا حيا. وأنت سأجمدك لتصبح تمثالا برونزيا. هيا قولي لي ما نوع التمثال الذي سأبدو مثله. أخبرينا ما الذي يضحكك يا فتاة. كوني واثقة بأنك ستدفعين الثمن. حقا؟ وكيف سأدفع ثمن فعلتي أيتها الصغيرة؟ سأسابقك وسأهزمك شر هزيمة. تسابقينني؟ إن هزمناك في سباق السيارات فستعتذرين إلينا أولا. وثانيا ستطلقين سراح كل الأسرى. قلت ثانيا؟ كان يجب أن يكون هذا طلبك الأول. يا لها من مفاجأة سارة. إذن أنتم متسابقون، لكني لم أرى وجوهكم في السباق. نحن فريق جيت من الأرض. لم أسمع باسم فريقكم من قبل. هل سمعتم به؟ هذا يعني أنكم مجموعة من الهواة. كيف تملكون الجرأة لتحدي زعيمة القراصنة؟ أتظنون أنكم ستتغلبون علي؟ انتهى المزاح، لنأخذ الذهب ونخرج. إذن هل ستهربين؟ ماذا قلتي؟ ألم تسمعي بالمتسابق البارع حسام؟ لقد واجهته في أحد السباقات. ليس ذلك وحسب، بل هزمته أيضا. ماذا؟ تغلبت على حسام؟ لا أذكر ذلك. أنسيت أن فريق حسام هزمنا؟ لا تحاولي إخفاء الأمر. هيا اعترفي يا هابينا أنك خائفة من مواجهتي. أنا خائفة؟ لدي وقت قليل للعب. قبلت التحدي. سيبدأ السباق. إنه سباق تحدي ضد قراصنة الفضاء. ستسير السيارات داخل مدمار الآنسة هابينا، حيث سترون التشعبات والمنعطفات الغريبة داخل هذا المدمار المخيف المعقد. ليس غريبا أن يستخدم القراصنة الأشرار هذا المدمار. ماذا قلت عنه؟ كنت أقول إن أي خطأ داخل هذا المدمار قد يؤدي إلى تحطم السيارة. دعوني أقدم إليكم المتسابقين، زعيمة القراصنة الأولى الآنسة هابينا.
إنها متسابقة قوية لا يستهان بها، تستطيع التغلب على أي منافس. هامينا هامينا، خصم هامينا هو فريق جاد. هيا هيئوا البطاقة. هيا التمرير الأول. التمرير الثاني. استعداد اليوم. هامينا هامينا هيا. سأسرع قليلا، تمحل، هذا المضمار خطر ومعقد كالمتاهة، علينا أن نستطلعه قبل أن نسرع يا وليد. سأكون في المقدمة، ولكننا لم نضع خطة باك. سأقذفك إلى خارج مضمار السباق. هل رأيت ما حدث؟ لقد اختفت السيارة. ها هي أمامنا. ما الذي يجري في هذا السباق؟ لم يمضي على بداية السباق وقت، ولكنها فاجأتهم بالتمويه. يمتزج لون السيارة بألوان المكان، فيظهر الأمر وكأن السيارة اختفت. انظروا، أي مسار سنختار؟ سنختار المسار الذي ستختاره هابينا. طيف هستوريا. ما الذي أراه؟ هناك سيارتان متماثلتان في المضمار. هذه مفاجأة هستوريا الثانية يا أولاد. تستطيع هستوريا أن تصنع صورة طبق الأصل عنها، واسمها طيف هستوريا، ولن يتمكن أي أحد من معرفة أيهما هي هستوريا الحقيقية وأيهما هي طيف هستوريا. هذا صحيح. أي واحدة ستتبع؟ لا أعلم ماذا سنفعل الآن. أظن أن علينا أن ننقسم يا وليد. أوه، هذا مؤسف. خرج باسل من السباق. بدأت أتذوق طعم النصر. ستصير لدينا فرصة للفوز عندما نكتشف خدعها، وسننجح بذلك إن استخدمنا عقولنا. هل أنت واثق؟ لن تخدعيني هذه المرة. أي واحدة هي الحقيقية؟ اسبقي جميع السيارات يا سليزان. يا إلهي، وسليزر هي السيارة الثانية التي تخرج من السباق. لا، خسر اثنان، هذا جيد. ما الذي جرى قبل قليل؟ رأينا أكثر من سيارة مزيفة. ألم أقل إنها متسابقة لا يستهان بها؟ لا تستهيني بقدرتي. حقا؟ لماذا؟ لأنني لن أضيع وقتي باكتشاف السيارة الحقيقية، بل سأدمرها كلها. هيا بلدور، انطلقي. اسمها يا وليد. ها هي بالغور تحطم السيارات المزيفة التي أمامها. أحسنت يا بالغور، ستقلب موازين السباق. ثقوا بي. هيا بالغور. ما الذي يجري؟ ولكن لماذا تبطأت يا بالغور؟ لا أفهم شيئا. استخدمت فالغور المحرك النفاث كثيرا وهي تلاحق السيارات المزيفة، لذا لا تستطيع أن تشغله الآن.
كلامك غير صحيح. سنرى، استخدمته مرة وهذه الثانية الثالثة.